يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ومن معالم التربية القرآنية في هذا الدستور الخالد القرآني العظيم الذي نزل في شهر رمضان في خير لياليه ليلة القدر تربية الأمة على الحوار، والحوار أسلوب قرآني. نجد في القرآن الحوار مع الملائكة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. الآيات القرآنية. ونجد أيضا الحوار مع إبليس، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ونجد حوار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مع أقوامهم وهم يدعونهم إلى الله تبارك وتعالى، ونجد أيضا موقف أقوامهم منهم، ونجد كيف أن هذا الحوار كان مطلوبا من المسلمين أيضا مع غير المسلمين. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، الآية، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فإذا الحوار أسلوب قرآني، والغرض منه أن تتربى الأمة على هذا المنهج، منهج الحوار الذي يحق الحق ويزهق الباطل، الذي يجلي حقائق الرسالة ويبين معالمها ويظهر عظمتها أمام الشعوب وأمام الأمم. ومن هنا نقول إن هذا الحوار أسلوب قرآني يتبعه الرجل في بيته، ويتبعه الحاكم مع رعيته، ويتبعه العلماء في مناظراتهم، كل ذلك من أجل توضيح الحقائق وبيان الحقائق. فما أعظم أسلوب الحوار أسلوبا قرآنيا من أجل تجلية معالم هذه الرسالة الربانية الخالدة الخاتمة.